نقول يعني أبطل هجمة واعدة، وبالتالي اللقطة تاع الحكم يعني هو ما قدرش يشوفها في هذيك اللقطة. الحكم الموريتاني عبد العزيز بوح يعني نقدر نقول لك كان مد إنذار، لا أنا كنت في مكانه في اللقطة كما شفتها مد إنذار، ولكن لما رجع للفار اللقطة كانت واضحة والحارس تصدى باليد نتاعو، وكانت يعني القرار تاعو بالبطاقة الحمراء، فهذاك هو اللي كان يليق باللقطة، لأنه المهاجم الإيفواري لو لم تكن اليد نتاع الحارس وخارج المنطقة لكن كان يقدر تكون الكرة ويمشي يسجل هدف. وبالتالي لما رجع للفار الحمد لله أن الفار يعني نقدر نقول لك كان 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 مجدي، والحكم اللي كان يعني نقدر نقول لك اليوم الحكم الموريتاني خاصة هدف تاع يعني تاع ضربة الجزاء اللي كانت صحيحة وكان قدام اللقطة وما شافهاش يعني ما صفرهاش حتى أنا رجعت له الفار وأصر محيوس على اللقطة. سامحني يا أستاذ إبراهيم بالك مشيت مريت للقطة الثالثة اللي أنت كنت يعني تمشي بتأني على اللقطات، أنني مع الطرد نتاع الحارس نتاعنا قندوز يعني لانه اللاعب استعمل اليد نتاعو في ايقاف الكره. نعم يعني اللقطه الاولى التي كانت في الدقيقه العشرين طرد نعم. مستحق لأليكسيس قندوز. نعم ماذا عن اللقطه الثانيه التي عرفت ايضا طرد المدافع الايسر للمنتخب الايفواري سليم؟ نعم شوف نقول لك اللقطه السقطه نتاع بالخيطر كانت اللقطه احنا نقول الفوت كاشي استاذ ابراهيم او يعرفها الاخ الحاج ياسين معلومي، الفوت كاشي هو الشيء في 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 لما ارتكب هذاك اللاعب اللي تستعمل السمان نتاعو يعني باطن الرجل على السمان وسان كون ابل حنا ان جو دونجورو يعني لعب خطير كان يقدر يسبب بليسور يعني جرح عميق وخطير للاعب نتاعنا بالخيطر. لما راح شاف اللقطه لانه وحنا نقولوا هذه سيتي نوبل بور لاربيتر يعني جات فرصه سانحه للحكم باه يولي يسوي التعداد نتاع اللاعبين بين المنتخبين، يعني لما طرد اللاعب كان محق في طرد اللاعب نتاعنا الحارس المرمى قندوز، ثم لما رجع للفار خاطر هو مشى في الكره يعني مشى خلى اللاعب يلعب والسقطه نتاع بالخيطر كانت صحيحه لما السمال نتاع اللاعب الايفواري رطمت يعني الفخذ نتاعو وكانت قادره تكون مؤثره جدا على اللاعب، ثم لما قعد اللاعب في الارض الفار تشيكاوها يعني نقدر نقول لك يعني اليوم الفار خدمه جيده ماشي يعني كبازه الجزائر ولكن احقاقا للحق انه الحكم كان محقا. ومن كان في الفار سالم وساسي كان الحكم تيسيما. نعم تيسيما الاثيوبي نعم نعم انا تبعت المقابله يعني ونقدر نقول لك سي ابراهيم انه الفار اليوم خدم خدمه جميله وخدم خدمه مجديه لتصحيح ما يرتكبه الاخ الحكم وما ارتكبه الحكم الموريتاني هذا الذي قيل عنه انه تكون تحت اشراف وما نعرفش في موريتانيا ما كان والو سي ابراهيم يعني نقدر نقول لك باللي الحكم اليوم الماتش كان كبير عليه المقابله كانت كبيره عليه خاصه له انا نقول لك هذا في اللقطه نتاع محيوس في اخر انفاس المباراه لما دار لاكسيون سو لاكوش كما قلت لنا اللقطه كانت في الجانب اليسار ودخلوا بها بالرجل يعني لعبوا بها اللقطه الخطا الذي ارتكب على محيوس كان واضح ما كانش لازم يرجع للفار لانه كنت عاود اللقطه سي ابراهيم تلقى الحكم وقف على صرف امطار على اللقطه واللاعب محال نقبله خطا بهذاك الطريقه. اعطيني تقييم سالم وساسي للحكم اليوم الحكم الموريتاني. نعم ما سمعتش السؤال سي ابراهيم. تقييم سالم وساسي للحكم الموريتاني الذي ادار المواجهه. اللقطات كلها ما اخذهاش في عين الاعتبار، الطرد الاول حتى نرجع للفار مد انذار هو اللقطه كانت يعني نقدر نقول لك واضحه خير من الطرد نتاع الايفواري. لانه طرد تاع الايفواري نقدر نعطيه مساحه نتاع عذر انها صارت كما نقولوا حنا فوت كاشي، فوت كاشي يعني خطا مغطي، ولكن ضربه الجزاء نتاع محيوس كانت واضحه خطر المهاجم اللي راح للكره و تاكلي دو سيت مانيير
سيت ان بينالتي انديسكوتابل. نعم يعني سليم موساسي من فضلك ابقى معنا لانه ياسين معلومي معنا في الاستوديو تكهن قبل لحظات قليله وقبل الاتصال معك سليم بانه الحكم الموريتاني هو من سيدير المباراه النهائيه وقال بانه مستواه اليوم كان كبيرا. راي سليم موساسي يقول لا، الحكم كان مترددا في كل اللقطات المفتاحيه. يا ياسين يا معلومي هذه وش اللقطه واش عليه انا نحترم سي سليم، هو عنده تجربه وكان في الميدان، ولكن انا على حساب معناها وشفت وعلى حساب بمعناها لي ديسيزيون اللي داهم والقرارات اللي داهم. انا من قبل انا قلت لك في الشطر بمساعده الفار واش طبعا حكام دوليين وحتى في كاس العالم وراحوا اسمه الفار، مش عيب كي تروح للفار، هي مش عيب. بون بالك ربما قال لك اسمه سليم كي كان بوتيتر 2 3 متر على ديزاكسيون او توسهم ما داهمش. ما نساوش حاجه، هذو الحكام كما قلت لك اسمه قبيله هذو راهم الفئه الثانيه، هادو معناها اليوم كنا نهضروا اسمه قبيله قلنا في عمره عنده 32 سنة. معناها مازالوا تقريبا 15 سنه في التحكيم. ربما لو كان واسمه لو كان ربما كان التحكيم الجزائري هو بنوزة ولا حمودي ولا اساسي ربما كان ما يصفرهمش هما في وقتهم. قال ما كانش الفار يضحك سليم قال هما باسكو هما لا دوكا التحكيم ولا ساهل مقارنة بزمان، زمان تتخذ القرار واسمه هذاك هو، اليوم هو ينجم يتخذ قرار وينجم يولي عليه، في واسمه في نهائي كأس العالم، ربع نهائي، في الكذا، كانوا دائما الحكام يستعينوا بالفار. أنا نقول لك حاجة، أنا علاش قلت لك واسمه الحكم هذا؟ أنا ننتظر باش يروح بعيد، لأنه مازال واسمه عنده 15 سنة واسمه قدامه. حكم شاب، نعم. حكم شاب. حكم شاب هذا الموريتاني سليم أساسي. يعني لكي نتحدث بكل مصداقية وشفافية، كانت هناك لقطة أيضا للمدافع بالعيد في شوط المباراة الثاني، كان تدخل خطر نوعا ما، قاس قدم لاعب منتخب كوت ديفوار وتحصل فقط على بطاقة صفراء. أعطي لي رأيك إذا تابعت هذه اللقطة بالتحديد. صحيح تابعتها طبعا، ولكن أنا مع الحكم في هذه اللقطة، لأنه الرجل نتاع عبد اللاوي يا أخي قلت لي بالعيد. لا بالعيد. بالعيد صحيح بالعيد، رجله ما خرجتش من الأرض سي إبراهيم، تقدر تعاود اللقطة يعني ما رفعش رجلو للفوق صحيح هو اندفع لانه تبع الكره، هو لما راوغ اللاعب والحكم ياخذ بالاعتبار اعتبارات، لانه الكره سبقت هو لما حب يزيد يرتجعها مشى دار سكون ابل حنا نيكار دار رجلو كسل رجلو سي ابراهيم وقعدت رجلو في الارض. صحيح يستاهل الانذار على كل حال، لانه اللقطه الكره كانت مشات له ولكن ما كانش يستاهل الحمراء، لانه والحق هنا لابروف والدليل على انه ما تشيكوهاش على مستوى قاعة التحكم في الفار. نعم، وقرار الحكم الموريتاني كان صحيحا. صحيحا نعم، في اللقطه نتاع بالعيد هذاك ما كان يستاهل طفره، حتى الناس دوك سي ابراهيم عاد تفهم والجمهور حتى في المقاهي او في القاعات وين يكون المباراه الناس عاد تفهم، ولكن انا حبيت نرجع للقطه نتاع ضربه الجزاء اللي كانت صحيحه وهو حتى نرجع للفار. انا مع سي ياسين لما يقول لك هذا حكم شاب و33 سنه وعنده مستقبل، صحيح، ولكن لقطه كما هذه كانت واضحه وكان مقابل اللقطه والمهاجم لا يجب ان نعتدي عليه بهذه الطريقه. الناس يقول باللي او كي عاد في الجزائر او مدوها للجزائر، لا ارجع يا سي ابراهيم القانون هو سي ياسين معك وكان في التحكيم يقدر يقول لك باللي الحكم لما نرتكب خطا على المهاجم في الميدان تاع منطقه العمليات والكره تكون في الجهه التحتانيه يعني في المرمى تاع الخصم وترتكب خطا على المهاجم نديرو سكون ابيل ترونسفير دو بال، نهز الكره واوسيب سياسيني ياكدها لك تهز الكره، الناس هم يقولوا لا الكره فاتت على محيوس على يعطي له ضربه جزاء، بالعكس ضربه الجزاء كانت صحيحه 100% والفار ثبتت القرار تاع الحكم والحكم ما استطر حتى انا هذه اللي انا الحكم صحيح كان قريبا من اللقطه سليم حوالي ابراهيم كان على مشارف على خط منطقة العمليات 18 كان خط على 56 كان قدامها شافها قدامه مش في ظهره أو جيت طالعة وجيت صعد إلى الهجوم. اللقطة كانت واضحة
والمدافع تاع ايفوار ارتكب الخطا الممنوع يعني الذي لا يغتفر، وبالتالي ضربه الجزاء كانت صحيحه 100% والفار اكدتها. يعني سليم، ولكن لو نشوفوا يعني في التسعين دقيقه الحكم الموريتاني لم يؤثر بقراراته على النتيجه النهائيه للمقابله، هذا هو المهم. نعم صحيح يا الحاج ياسين، وانا ناكدها انه القرارات كما كان يقول لك سي ابراهيم قبيل، القرارات الرئيسيه التي تقدر تغير مجرى مباراه هي الطرد والاهداف وضربات الجزاء. صح، في القرارات الثلاثه حتى نرجع للفار. انا كنت نتمنى المره اللي فاتت احنا لا العمود نتاعي تحليلي قلت بكواسه كان موافق في المقابله تاعو اللي دار. لماذا؟ لانه اخذ قرارات ولما طلب منه تشيكا والفار راح اثر على القرارات تاعو الاولى التي منحها فوق الميدان، وبالتالي هنا نقولوا باللي لا يتي كونفورتي بار لا فار، ثم زاد ثبتاتو الفار باللي القرار التقني اللي خذاه صحيح. نعم. اليوم القرار في ثلاثة اللي المهمة في المباراة هي الطرد والهدف وضربة الجزاء لم يعلنهم الحكم. نعم. حتى نرجع للفار، والحمد لله الفار حاضرة وما صرناش مقابلة تاع الكاميرون، والحمد لله أننا فزنا بهذه المواجهة. وطبعا والحمد لله على كفاح الشعب وتكون صحيحة، لا تشوفها شائبة لضربة الجزاء والفوز تاع الجزائر، لا تشوفه شائبة سي إبراهيم. سليم أساسي نعم. تفضل. نعم تفضل. زيد فضلك حبيت نقول باللي مبروك علينا، وان شاء الله النصف النهائي ان شاء الله التحكيم يكون موفق ان شاء الله. ان شاء الله، والنصف النهائي سيكون في ملعب ميلو هدفي بالباهية وهرى. سليم أساسي شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف. شكرا لكم. شكرا مشاهدينا الاعزاء، نواصل هذا البرنامج التحليلي الخاص بمباراة الجزائر وكوت ديفوار. الجزائر فازت بهدف دون رد. معز بوعكاز، الآن اللاعبون من حقهم أن يعني يفرحوا بهذا الفوز الكبير والتأهل إلى المربع الذهبي لكأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين، والعمل والتركيز على مباراة الثلاثاء القادم. المواجهة ستكون ما بين النيجر ومنتخب غانا، يعني التحضير لها سيكون بعد يوم غد أو حتى يوم الأحد. بالنسبة يظهر لي للطاقم الفني التحضير بدأ ديجا، دونك بالطبع باش ناخذ وقت باش نفرحوا شويه، لكن من بعد المباراه راهي تتوالى من وراء بعضها، وتقعد الكونسنتراسيون حتى لاخر المنافسات. هي معناها حاجه يلزم توت سويت نرجعوا، خاطر احنا الله غالب في الطبع نتاعنا نفرحوا بزاف ونحزنوا بزاف، دونك هذاك علاش يلزم نكونوا من الوسط. ثم المهمه هي ريستي كونسنتري جوسكا لا فان دو لا كومبيتيسيون. نعم عز الدين رحيم، هناك تصريح لمجيد بوقرة يعني مهم جدا، غامرت بعدم تغيير اللاعبين لأن الجميع كان مركزا والحمد لله أننا وفقنا في هذا الخيار. قام بأربع تغييرات دون احتساب التغيير الإطراري الأول بسبب خروج أليكسيس قندوز، ثلاث تغييرات كلها كانت في الوقت بدل الضائع. كان المباراة انتهت هذيك باش يضيع الاول الوقت برك، هذا ما كان. لكن من الصعب على مدرب لما يكون في هذه الحالات. المباراه تكلمنا كنا البارح تكلمنا وقلنا المدرب يعطي كل النصائح للاعبين ويعطي كل السيناريوهات، سواء تسجل هدف كيفاش تكمل المباراه، او يتسجل عليك هدف كيفاش تكون راح لا رياكسيون تاعك. هذه سيناريو قاعد توجدهم من قبل. الحاجه الايجابيه اللي شفناها اليوم هو انه المنتخب الوطني بدينا في المباراه مليح، دخلنا في المباراه صحيح. بيان صحيح. كنا مركزين كثير، الديال كان قوي، الاندفاع كان قوي، الاستحواذ كان من جهتنا، كانوا زوج فرص كنا قادرين نسجلوا الهدف، لكن البطاقة الحمراء هذيك اللي نوعا ما غيرت نقدر نقولوا أخلطت الحسابات. لكن الشيء الايجابي هو انه اللاعبين قعدوا مركزين صحيح. ما تزعزعوش بهذه البطاقه الحمراء، حتى مشاو وبادروا، حتى كذلك جاء سيناريو واحد اخر انه الفريق الخصم كذلك راح خرج لاعب بطاقه حمراء، وهنا كانت الامور متساويه. انا نقول اليوم ما نجمش
المنتخب الناخب الوطني ما نجمش يغير اللاعبين، لكن عباك هو هنا مدرب ويقول لك المدربين اصعب حاجه هو انه التغيير لازم يكون في الوقت المناسب، لانه تخاف انك تغير والتغيير هذاك هو اللي راح يقتل الريتم، لانه شفنا اللاعبين كان ذهنيا كانوا واجدين، التمركز تاع اللاعبين كانوا في المستوى، توازن تاع الفريق كان في المستوى، لما تبادر وتغير انه الفريق راهو يمشي مليح، علاش انت تغير لما ما تكونش حاجه ما تمشيش، ولا جهه ما تكونش سوا باش تخلق توازن. رحم ما رايك في تغيير احمد قندوسي الاضطراري بسبب خروج أليكسيس قندوز بالبطاقه الحمراء؟ لنكون واضحين وشفافين، هناك من انتقد هذا التغيير وقال بانه مجيد بوغرا كان قادر يغير لاعب في المحور او مهاجم، شوف لماذا قام بتغيير قندوسي بالتحديد؟ شوف انا واحد من الناس لما قبل ما يتصار التغيير قعدت نقول شكون راح يخرج، درت في بالي بالك يخرج مهاجم ويدير زوج دولين 4-4-1 ويخلي راس حربه، تخرج مدافع وتلعب لين دو كات والفريق الخصم يلعب لك ب 11 لاعب، بالك راح تخلي التوازن تاع الدفاع، لانه الثلاث محوريين هذوما كانوا في المستوى، لما تغير تولي تلعب بزوج تخاف توازن يروح، ولهذا نقول شاف الحاجه الانسب هو انه ساكريفيا الجوار اللي بوكو بلوس يلعب للامام، هو اللي يقود الهجمات ويكون وراء المهاجمين كو يخرج من الدفاع، لانه نقطه القوه تاعنا هو الدفاع تاعنا، والخطه هذه جابت لنا اشياء جميله. الناخب الوطني غير الخطه هذه باسكو شاف لانيماسيون اوفونسيف خاصه في المباراه الاولى اللي ما كانش تنشط مليح بلو سيستم هذا، بالرواقين اللي عندنا هما حاليا انا نحسبهم اليوم من احسن اللاعبين هما بالخيطر والعوافي، زيد محيوس ثاني دار مباراه في المستوى، انا نقول اليوم الظاهرين داروا مباراه في القمه من الناحيه البدنيه من الناحيه الذهنيه باش تدافع وتهاجم في نفس الوقت، ما راهوش حاجه بالسهل. نعم بخصوص هذا اسمح لي التغيير نقول لك الافان بوغرا دار التغيير والتغيير هذا نجح فيه، ما غيرش الطريقه تاعو، خلى قعد توازن خلى هكذاك الافان عزدين نعم لا ريبونس رجعها لنا باللي المباراه فزت بها والحمد لله. عزدين هو المدرب، هو اللي يعرف التعداد تاعو، هو اللي يعرف التشكيله تاعو، حنا صح ربما واحد يقول لك على ما خرج مدافع وسط ميدان ولا مهاجم ولا، هو اللي يعرف القيمه تاعو واسمو لي جوار تاعو، اسكو يبدل ما يبدلش، يدير هذاك ما يديرش هذاك، لو كان خسر صح راح تكون انتقادات واسمو ليه، ولكن اليوم المربح هو بولوي الى في لو بون شوا دي فوا واسمو في لي شانجمون دي فوا دير دي شانجمون يجيبو تقول باللي صح اليوم صح المدرب فكر وجاب دي فوا دير دي شانجمون ما يجيبوش، واش نقولوا يا معناها الاول اللي يتحاسب هو المدرب، المدربين هما اللي يتحاسبوا. معلومه لو كان نقول لك بلي لو لم نفز بالمباراه اليوم سيكون كل الحديث على تغيير قندوسي. نو قندوسي نتحدث بصراحه. لا شوف شوف انا مانيش اسمح لي انا مانيش مدرب، ولكن انا نقول لك حاجه، انا من قبل الدوره كنا كاع نقولوا باللي قندوسي هو المفتاح تاع المنتخب الوطني، اليوم هاي تمشي اللقاءات كاين لاعبين اللي راهم ربما في المستوى وفي الاداء راهم بزاف فايتينو، دوك المشكل دوك حتى المدرب معلومه كاين مدربين سابقين ولاعبين سابقين بلا ما نذكروا الاسم كانوا داخل الملعب، يعني كي تكون داخل الملعب تشوف امور ما نشوفوهاش حنا عبر شاشه التلفزيون. كانت تقول بانه النقص كان فادحا في وسط الميدان بعد خروج قندوسي وما انقذنا ركله الجزاء التي وقعها محيوس. تفضل معيز. نفهموا اللي المنظومه ماهيش هي اللي كانت اشكاليه، دونك خليها كما كانت لانه التوازن مهم صح بزاف. دونك لي تروا زاكسيو لي دو كولوار اي لي سونتر على محيوس كنا معناها نعرفوه لاعب مهاري بالراس واللي ديال ايريا براتيكمون الكل ربحهم. من بعد في الاثنين اللي قدام الدفاع سي دو ريكوبيراتور مع لي تروا زاكسيو عندك خمسه،
بلوس لي دو جوار دو كولوار، هذايا معناها قوه المنظومه الدفاعيه نتاع الجزائر. من بعد في الوسط كيف خرج قندوسي نورمالمون ميزيان يدير لو رولي هذاك في اللاكس باش يزيد يبلع، او ميم طون سي لوم ليبر اللي نجم كي بو دوموندي لي بالون على لي كوتي. ممكن ميزيان ما كانش في الدور اللي كنا نقارعوا فيه باش ينسينا في الخرجه نتاع قندوسي، مي il fallait faire un changement. هو اختار انا هو اللاعب اللي ما يطيحلوش من الميزان هذايا من التوازن اللي كان دايره ونجح فيه. قلت لك انا ما نحكمش، ما نحب نفهم شنو هي الفكره نتاعو وتبعتها. وي سي جوست معناها توت لا فورس دو ليكيب دالجيري سي دابور نو با انكيسي اون ديفونس تري سوليد، اون اورغانيزاسيون ديفونسيف تري سوليد. لي كولوار ils sont passés chaque fois بالخيفر دان كوتي العوافي دو لوتر اي لي سونتر موجودين. هي شوف نزيد اضافه برك على الاخ، نسالوا علاش ما خرج قندوسي؟ بكره اكيد انه التوازن تاع الدفاع ما حبش يمسه، خمم على التوازن تاع الهجوم. لو خرجت انت مزيان وخليت قندوسي، يا هل ترى القاطره الاماميه حتمشي تكون انيمي؟ مزيان عنده هذيك النكهه تاع لاعب سريع ينجم يعاود يولي لك وينجم يهاجم. لكن لو كان خلينا قندوسي نعرفوه باللي لاعب تاع وسط الميدان ما يمشيش للهجوم بزاف، يمشي وراء المدافع. ولهذا نقول باللي خلى حب يخلي انه مزيان يدير دورول واحد انه يروح لوفونسيف باش يجيب هذاك لو بلوس تاع او موان نكونوا بدو جوار بسرعه او موان نكونوا بدو جوار. ولا خليت قندوسي على بالك باللي لا تخليه يروح يهاجم من بعد يعاود يدافع ويعاود، ماهوش باللاعب اللي سريع اللي عنده السرعه. مزيان انا نظن باللي حافظ على خمم شويه سور لو بلو اوفونسيف اللي ما حبش يغربلو بزاف وخلى توازن تاع الدفاع وقال لو رول تما لو سول جوار باش نوليو بربعه يغامر. بالك هذيك لو كان بالك نهايه الماتش ولا تخدم مدافعين. عز الدين رحيم تعد مغامره وهما اربع مدافعين، حتى المباراه الاولى لعبها باربع مدافعين. عندما تترك على سبيل المثال بالعيد وكداد في محور الدفاع بالاضافه الى تعليمات لبلخيتر وتعليمات لي اللاعب الاخر العوافي على الجهه اليسرى تضمن ايضا نجاعه دفاعيه، ليس كذلك؟ بصح تطرح التساؤل، حنا كنا نلعبوا من قبل كنا نلعبوا بهذا السيستم بنلعب 4-2-3-1، علاش المدرب غير؟ تطرح تساؤل، واش كان يقول لك المدرب؟ عنده طاقم يخمم توجور يحوس اشاك فوا يسخسي واش هو الخلل. شفنا في المباريات الوديه باللي الفريق في التنشيط الهجومي نقصنا بزاف ولينا ما نوصلوش للخصم بزاف، ولهذا غير من الطريقه هذه جابت الثمار تاعها. دوك انت حاجه اللي تجيب لك الثمار تاعها من المستحيل انك تستغنى عنها، امبوسيبل. الم يضعف خط وسط الميدان بخروج قندوسي؟ واش يدير؟ اضعف خط وسط الميدان لانه نقول لك لا فورس تاعنا. لماذا خير هذه الطريقه؟ لانه عندك ظاهرين لما يجيو من البعيد يجيبوا لك الاضافه. صح. عندك لاعبين لو تلعب بثلاثه للقدام، وهذا هو المشكل تاع اللاعب الجزائري، ما يعرفش وين يتحرك، ما يلعبوش بدون كره، لانه لما تدير لاعبين في الرواق واش راح يصرى؟ واش راح يصرى لما ما يكونش تحركات؟ كيفاش انت بالخيطر والعوافي ينجموا يطلعوا لو كان تما تقعد تخلي له دي جوار فيكس تما وما ت ما ت ما ت ما تفرغش هذاك المكان والمساحه باش يوتيليزيها. هذه نقطه مهمه جدا، وانا نقول باللي الناخب الوطني خمم بزاف وشاف باللي هذه الطريقه اللي تناسبنا اللي راح نلقاو بها مساحات. عندنا ظاهرين قويين، شو لقيناهم؟ رحيم وياسين معلومي معذره لانه لكي نطوي هذا الملف ملف التغيير، نستطيع القول في النهايه لحسن الحظ كان محيوس وجلب ركلة الجزاء وحولها إلى هدف وأصبحنا لا نتحدث تماما عن قضية التغيير. نسمع لتصريح أيمن محيوس الذي نال جائزة أفضل لاعب في هذه المواجهة. لله سيناريو تاع الماتش ما كانش سهل علينا، سورتو ما دخلناش لي بريمير مينيت مليح، حسيت خرجنا غارديان بيت كما شفتوا كارتون روج، عرفنا كيفاش نسيروا هذوك لا بيريود قبل ما يخرج لهم كارتون روج تاعهم.
الحمد لله نشكر اللاعبين كما قلت لك ان شاء الله دوكا نفرحوا اليوم ان شاء الله دون 3 جو عندنا ديمي فينال ان شاء الله نزيدوا نخدموا هاد لي 3 جو باش نكونوا فري في لي ديمي فينال ان شاء الله. طول كان هذا تصريح اللاعب ايمن محيوس. وعز الدين رحيم مضطر للعوده اليك، هل تعرف لماذا؟ لانك تعرف جيدا ايمن محيوس. والله واش نقول لك، انا الموسم تاعو لما جا الاتحاد العاصمة كان باتنا والفريق استقدمه، كانوا عنده امكانيات كبيره وكبيره وكبيره. انا نقول هذا من لانه في البطوله تاعنا نقصوا هاد اللاعبين اللي لعب. ما هو الامر الذي اثار انتباهك في ايمن محيوس؟ شوف نقطه القوه تاعو بدنيا مليح، لا فورس دو بينيتراسيون عنده، لانه ينجم انا نعرفه مليح ونعرفه اللاعب هذا لما تخلي له مساحات، لانه تغير اللعب تاعو نوعا ما. شوفوا منذ البدايه هذا كان يلعب على الرواقين، ها اليمين سو لو بلون فيتاس بويسون. واش نقول لك، اللاعب هذا نجم نقول في الاونه الاخيره اللي تطور، ولو انه المستوى تاعو طول نوعا ما، لانه هذا نورمالمون صافي عام ولا عامين من اللي ينجم يروح يلعب في اوروبا. نتمنى له ان شاء الله الخير، لكن نقول باللي لاعب اللي يامن بروحه رغم الانتقادات جات جوا انتقادات ومر مرحله صعيبه، لكن نقولوا باللي عنده مستوى لاباس به. انا ضربه الجزاء مش فعلا اول ضربه اللي في المباراه الاولى كان صديق معايا، قلت له من المستحيلات يضيعها، لانه نعرفوا انايا في التدريبات مور التدريبات دائما عنده ان شالونج مع لي غارديان دو بيوت، من المستحيلات السبع يضيع لك ضربه جزاء. الله يدوم ان شاء الله ان شاء الله، لانه الطريقه اللي يسجل بها الطريقه اللي تعود عليها يخدمها في الانترينمون، يخدمها في الانترينمون اشاك فان دونترينمون يزقي لي غارديان دو بيوت ويديروا سيونس دي تيرو بيوت ويدير ان شالونج بيناتهم، تحدي بيناتهم من احسن اللي مهم جدا اللي يضرب ضربه الجزاء في الجزائر، من احسن اللاعبين اللي من صرار وين يضيع لك ضربه الجزاء. يا رحيم لا شيء ياتي من فراغ بطبيعه الحال، كل شيء ياتي بالعمل. ثاني تصريح لايمن محيوس، تحدث مهاجم وتطرق الى العقم الهجومي في تشكيله المنتخب الوطني الجزائري الذي سجل 4 أهداف في 4 مباريات عن طريق 4 كرات ثابته. هذا البروبليم تاع لاطاك ماشي كنت ولي لي ماتش اميكو، كنا كاع لي ماتش نماركو 2 3 4 بالك، ما نقولكش لابريسيون، بالك لابريسيون تجوزنا في لي 3 ماتش الاولى ولا لي 2 ماتش الاولى. دوكا كيما تعرف فوتبول مودر ماشي غير لافونسون تي ماركي ولا لي ماركي، كاع الناس بارتيسيبي باش ماركي. الحمد لله ربي وفقني باش سجلت اليوم الهدف الثالث تاعي، نشكر صحابي باسكو بلا بهم ما كنت ندير والو، نشكر ستاف اللي توجور امن بها ودعمني بزاف يعطيهم الصحه، ونشكر الشعب اللي كان هو اليوم راجل لقاء لي سهله هو باسكو وقف معنا بزاف. ومعز بوعكاز ايضا معجب بامكانيات اللاعب ايمن محيوس. بالطبع، وباش نرجع للاخ رحيم على لي بينالتي ماشي معطيه لتول موند باش يلقى الوقت صحيح دو فوار لو غارديان ويعرف وين يبلاصيها على لو كونتر بي، والا جوست وقت اللي يبدا لي بي نتاعو بيان بوزي والسول. كيما لاعب في وسط الميدان اللي ياخذ لانفورماسيون نتاعو قبل ما تجيه البالون باش يعرف وين يروح بها. دونك هذوما سي دي جوار اللي عندهم امتي كيلكو شوز دو بلوس. دونك ماهيش ساهله اللي يدير فيها، خاطر ا مومون دوني ما ان با دو فورس راه باش يضرب. جوست يضرب بيان بلاسي على الكونتر بي نتاع الغارديان، والا جوست كونت يلي بلوكي الغارديان لي بي نتاعو لي تالون نتاعو او سول. دونك سي ان غروند كاليتي هذايا. من بعد بالنسبه للتهديف باش يجيو لانه يوجد في روحه توجور اون بون بوزيسيون. بعدين سافا فونير ما يلزموش يتقلق، مي سافا فونير. ممكن ما ممكن زاد السبيسيفيسيتي نتاعو قبل اللي يلعب يجي من الرواق ويل بيناتر بوتيتر يلورا بزوان دان دوزيام مع ان اوتر اتاكون مع ممكن في منظومه اخرى ممكن هو تسهل الماموريه. هو نقول لك المشكل تاعو وين صرا لما تغير اللعب تاعو ولا يحب يخرج للكره. هو نقطة القوة تاعو لما يروح في لافيرتيكاليتي تاع المدافعين في ظهر المدافعين، هذه هي لافورس تاعو. هو من اللاعبين اللي يلعب
ما ينجمش يلعب دو بيوت، يلعب فاسو بيوت. هذه هي نقطة القوة تاعو. نتمنى بالك اليوم بوقرة لقى الوصفة لهذا اللاعب تطور، لكن أنا كنت شحال من الوقت نتكلم معاه أنه القوة تاعو ما تخرج تلعب. أنت ما راكش لاعب رقم 10 اللي تصنع اللعب، أنت لاعب اللي تخرق الدفاع وتحوس على المساحات وروح دو مونديف لي زيسباس وين تلقى لي زيسباس فاسو بيوت. هذا هو لو رول تاع ان افونسون ترتيب. والحمد لله اليوم المستوى تاعو راهو يتطور، ان شاء الله نتمناو له انه يكمل في المستوى هذا، لانه لاعب عنده 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 عنده, عنده امكانيات. هذا ما نتمنى عزدين رحمي. اشاره فقط مشاهدينا الاعزاء، المنتخب السنغالي متفوق بهدف دون اعراض امام منتخب موريتانيا في الوقت البديل عن الضائع. هدف المباراه وقعه اللاعب كامارا عن طريق ركله جزاء في الدقيقه 34. لحد الان منتخب السنغال متاهل الى المربع الذهبي. ياسين معلومي، مباراه يديرها الحكم الدولي الجزائري لطفي بوكواسا. نعم هو يحكم في هذه المباراه، ولطفي بوكواسا يدير هذه المواجهة. ياسين معلومي، والسنغال متفوق أمام موريتانيا، ضربة موجعة قبل يومين للمنتخب الموريتاني بوفاة نائب رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم. يبدو أن الأمور أثرت كثيرا على اللاعبين من الناحية المعنوية، وخاصة أن موريتانيا تواجه منافس عنيد وهو المنتخب السنغالي. نبقى مع تصريحات. لدينا تصريح المدير الفني للمنتخب الوطني الجزائري مجيد بوقرة متحدثا عن هذه المواجهة، لكن قبل ذلك تصريحات اللاعبين في المنطقة المختلطة. هذا البروبليم تاع لاطاك ماشي كنت ولي لي ماتش ميكو، كنا كاع لي ماتش ماركو زوج ثلاثه اربعه بالك. ما نقولكش لا بريسيون، بالك لا بريسيون جوزنا في لي 3 ماتش الاولى ولا لي 2 ماتش الاولى. دوكا كيما تعرف فوتبول مودرن ماشي غير لا فونسونتي ماركي ولا لي ماركي، كاع الناس بارتيسيبي باش ماركي. الحمد لله ربي وفقني باش سجلت اليوم الهدف الثالث تاعي. نشكر صحابي باسكو بلا بهم ما كنت ندير والو. نشكر الستاف اللي توجور امن بيا ودعمني بزاف يعطيهم الصحه، ونشكر الشاب اللي كان هو اليوم راجل اللقاء اللي سهله هو باسكو وقف معنا بزاف. كان هذا تصريح ايمن محيوس عن النجاعه الهجوميه وامكانياته، وايضا مساهمه كل اللاعبين في بناء اللعب الخاص بالمنتخب الوطني الجزائري المتاهل، وسيلعب المباراه القادمه في المربع الذهبي بملعب ميلود هدفي بوهران. ياسين معلومي، ستكون المواجهه كبيره ايضا في الباهيه وهران. اللقاء يلعب يوم الثلاثاء على الساعه 5. اليوم رانا يوم السبت، منتخب الوطني الساعة 5 على الساعة 5 على الساعة 5 بملعب وهران. اليوم هل المنتخب الوطني راح يتنقل اليوم ولا غدوة ولا يوم الاثنين؟ لأنه هو منطقيا لازم يوم الاثنين يكون بوهران، لأنه يقول لك حسب القانون تاع الاتحاد الافريقي لكرة القدم يقول لك أنه المدرب لازم يعمل ندوة صحفية 24 ساعة قبل اللقاء. لا. بملعب اللقاء. أنا نظن المنتخب الوطني راح يتنقل يوم الاثنين، نظن غدوة الاثنين ويلعب المباراة يوم الثلاثاء. نعم ما نظنش اول احد مساء، لانه هو منطقيا يوم الاثنين لازم يكون واسمه في وهران. يوم انا اقول بالك غدوه ان شاء الله يمشي. هو غدوه ان شاء الله يمشي. كان عملها جمال بالماضي من قبل، وكان عمل تربص واسمه في سيدي موسى وراح لوهران واسمه يوم اللقاء. انا نظن يعني نفس العقليه بين مجيد بوقرة وجمال بالماضي، منطقيين 24 ساعه ولا انا ما نظنش راح يبدل اللاعبين العاده تاعهم. اليوم العاده تاعهم هم واسمو في سيدي موسى، عندهم واسمو لي ريبير تاعهم الى اخره. هي منطقيين كونترير لازم يديه لوهران باش باسكو راح يكون واحد اخر، ولكن ظروف واحد اخرى. ديجا كانوا في وهران وباتوا في وهران وعندهم عنده منطقيين واسمه لي ريبير في وهران. حنا رانا نلعبوا في بلادنا والملعب تاعنا الى اخره. نظن شوف لانه هو نقول لك حاجه، لولا القانون تاع الكاف اللي يقول لك باللي لازم 24 ساعه تقول باش تعمل ندوه مقبل المقابله، انا نقول لك ربما يروح واسمه يوم المقابله، لانك ماكش بعيد ولا اليوم انت عندك يوم المقابله من المستحيل. قام داروها المنتخب الاول، داروها مباراه رسميه. مباراة رسمية ودية، ولكن لا ولكن عندك مباراة رسمية يا اخي مش عليه. ولكن اليوم انت عندك كامل واسمو لي ديتاي، عندك كامل واسمو لي زاتو، تروح 24 ساعة او مدرب
وقول له لو كان الفريق نتايا تلعب عندك مباراه يوم الثلاثاء وقتاش تتنقل على حتى وان كان اللقاء سيلعب بالجزائر من العاصمه الى مدينه وهران طائره خاصه يا ابراهيم راك انت في دوره كبيره وكل يومين ثلاث ايام تلعب مباراه ومباراه بالمستوى العالي هنا الاسترجاع مهم ومهم جدا انا نظن باللي المنتخب بالك غدوه ينجم يروح عزدين ويعطي وقت عزدين ماتيل بوغرا في الندوه الصحفيه تاعو قال باللي غدوه راح يكون يوم للاسترخاء والاسترجاع يوم الاحد يا منطقي نروحوا يوم الاثنين اعتقد يوم راك الجمعه لا ايه هي نقصد يوم السبت او يوم الاحد يوم الاحد منطقيين يروحوا بالك 140 ساعه لا باسكو 140 ساعه عنده لي با تاعو واسمو هنا في واسمو في سيدي موسى مع بوتيت واسمو لي جوا كلك بليسي بوتيت حنا مازال ما شفناهم مش بالك هذا يعاودوا تريبوزيو باسكو قال لك واسمو المدرب الوطني اللاعبين راهم واسمو يعرفوا الملعب ويعرفوا معناها عندهم ما يروحوا واسمو لوتيل واسمو انت عندهم لي ديتاي عندهم كذا ما نظنش يعني انا ما نظنش هذا راح يكون واسمو مشكل المشكل ربما في تغيير الملعب لانك تلعب ربع لقاءات مع في نفس الملعب في نفس الارضيه مع نفس الجمهور راك كيما يقولوا راك تاقلمت صحيح سيد معلومي عندي سؤال تتحدث عن امكانيه التنقل الى مدينه الباهيه وهران يوم الاثنين وخفض المباراه يوم الثلاثاء على الساعه الخامسه يوم الاحد مساء يا سيد معلومي انت تعرف اكثر منا ربما هنا بانه ان تكون وتقيم في مركز سيدي موسى ماشي كما تكون تقيم في فندق ولكن انت في بلادك يا اسمك انت في بلادك اكيد في بلادك لكن في مركز تدريبي وين كل الامكانيات من ملاعب للتدرب كل شيء امامك وتروح تلعب في فندق 24 ساعه وتلعب مباراه رسميه لا حتى لما يروحوا لوهران تكون كل الامكانيات واجده كل زانكس كاين والظروف كلها مهيئه لا اليوم شوف انا نظن انه الاتحاد الجزائري لكره القدم ولا ولايه وهران ولا كامل الناس راحين يحطوا كل الامكانيات تحت تصرف المنتخب الوطني اليوم راك في نصف النهائي اليوم راك في نصف النهائي راك تلعب انت في بلادك معناها كل امكانيه هل تضمن استقرار وهدوء اللاعبين في وهران كما عليه الحال في سيدي موسى يكون هدوء ما يخليهمش يدنوا ما يخليهمش يدنوا للمنتخب الوطني اليوم المنتخب الوطني يروحوا يحطوه في مكان وين على الاقل لاكسي تاع لي سيبورتي ما يروحوش ليهم على الاقل التركيز اليوم راح تلعب نصف نهائي هذا مش مثلا لقاء في المجموعات ولا هذا نصف نهائي وحتى اللاعبين حتى اللاعبين ماذا بهم يكونوا في مكان هادئ ويركزوا ونظن هذه هي نعم ياسين معلومي سأعود إليك حول قضية العلاوات وأيضا المنحة التي خصصتها الاتحادية الإفريقية لكرة القدم للمتوج بهذه الشهر وفعة القيمة لكن خليني معلومي خليني نعطيك جزئية بعد الفصل الإشهارية دائما الفصل الاستوديو ولياسين معلومي لانه كان ربما ينتقد يقول لي في كل مره تقطعني تفضل ياسين معلومي اعطينا الحصريات اللي عندك لا ما عندي لا حصريات اللاعبين لا ماشي العلاوات تقطعني وبعد تقول لي ما عندي والو معلومي استنى نشوف حتى واش قلنا واسمو الضيف تاعنا لا اليوم الاتحاد الافريقي كنت سمعتك انت في الرابعه قلت بلي انه الاتحاد رفعت العلاوه رفع العلاوه من 1,250,000 الى 2 ملايين 2 مليون دولار 2 مليون دولار هذا واش يدل لماذا رفعت القيمة؟ نقول لك عليها اليوم المنافسة لما لعبت في الجزائر والإمكانيات هذه والناس كامل راهي تتبع فيها واليوم هذا اللي يقولوا في يعني في دواليب الاتحاد الافريقي لكرة القدم انه كانت هذه اخر نسخة كانوا كامل يقولوا بلي هذه النسخة لانه كل الاتحادات الكروية ما كانتش حابة تدي هذه المنافسة لانها ما فيها كما يقول لك ما فيها سبونسور ما فيها دراهم ولكن بلاد ما ترشحت حتى بلاد ما ترشحت اليوم لما تديها الجزائر ورفضت المستوى رفضت المستوى بالملاعب بالجمهور بالاداء ولات تغطية اعلامية كبيرة 66 قناة ولا شحال واسمو اللي راهي ديفيزي فيها الى اخره معناها مدت 2 مليون دو دولار على الاقل النسخة القادمة كما يقول لك الاتحاد اللي راح يديه لازم يكون على الاقل في نفس المستوى اللي درناها واسمو حنا وانا نظن الاتحاد الجزائري لكرة القدم 2 مليون دولار هذه نعم. يقسموها على اللاعبين لان
هذا رايي دوك انا نقول في رايي. هي ما عندكش القيمه بالتحديد لكل لاعب يا سي المعلوم؟ ما عنديش، ولكن لازم يمدوها للاعبين يا استاذ. هذه 2 مليون دولار اتحاد الجزائر لكره القدم على الاقل ستون معناها ريكومبونس للاعبين، يمدوها ريكومبونس واسمو للاعبين، لانهم اليوم اللاعبين جاوا في تلك لقاءات هم تاهلوا ربع نهائي، تاهلوا بصعوبه، ولكن هذه حلاوه الكره. احنا غالبا المنتخب الوطني الاول ولا المنتخبات واسمو الاخرى عاده في ربع النهائي ما نتاهلوا واسمو بصعوبه. نعم يا سي المعلومين، راح نسمعوا تصريحات اللاعبين في المنطقه المختلطه والذين يستحقون علاوات كبيره نظير ما يقدمونه لحد الان في بطوله الشان. الانسان كما يقول لك لازم يمد، واش يطلب من المدرب؟ قال لازم اليوم تخدموا بيان ديفونسيف، والحمد لله الانسان دار واش عليه وتعبنا ما راحش في باطل. نشكر بزاف الجمهور اللي عاوننا حتى الدقيقه الاخرى، ما كانش ماتش سهل، ماتش كبير، مي الحمد لله امنا بالامكانيات تاعنا، جانا دي زوكاسيون، جاتنا بيناتي، جو بونس بلي كانت نات بيناتي، الحمد لله يا ربي. ان شاء الله دونك نخرجوا من نساو المقابله، عندنا مقابله ما بقاش غادي في الدومي فينا بوركوا با ان شاء الله نكونوا في لافينا ان شاء الله. نشكر ربي سبحانه ديجا على الفوز هذا ولا كاليفيكاسيون، ونشكر زملائي على الاداء اللي قدموه، ما سيتي با فاسيل لينا ابري ديجا لا سورتي تاع اليكسيس، والله الحمد لله ربي وفقني ابري لا رونتري هادي. فاري سي كونسونتر ان شاء الله بور لي بروشان رونكونتر ان شاء الله باش نكونوا على هوتور. الحمد لله كما شفتوا المقابله كانت صعيبه في بدايه الشوط الاول، وين خرج لنا الحارس تاعنا بكارتو روج، الحمد لله ما تقلقناش وكنا كونسونتري بيا وجيرينا بريمير ميتون مليح، زاد خرج لهم هما ثانيك بطاقه حمراء وين كنا متساويين في العدد. الحمد لله اليوم مباراه ضمننا تاهل الدومي فينال، هذا هو الشيء اللي همنا. نشكر جميع اللاعبين، الطاقم الفني اللي راهو يقوم بعمل كبير، اللي راهو يعطينا في نصائح تما ما كناش مقبل ندوها. نشكر تاريخ الانصار اليوم اللي ساندونا 90 دقيقه. الحمد لله الحاجه الاولى على التاهل في النهائي، بونس بلي الماتش ما كانش سهل، وكان على بالنا بالحاجه هذه، بريبارينا في لي جور هذو اللي كانوا قبل الماتش. الحمد لله يا ربي اليوم خيبناش ربي، شفنا مباراه كانت صعيبه بزاف، وين كان ضغط كبير سيرتو في المباراه كيفاش صارت، ومع خروج اللاعب تاعنا واللاعب تاعهم كانت مباراه فيها ضغط كبير. مي الحمد لله احنا ليسونسيال رانا كاليفي، رانا في دومي فينال ان شاء الله. كنا نستمع لتصريحات لاعبي المنتخب الوطني الجزائري في المنطقة المختلطة، وتصريح أيضا واحد من اللاعبين الذين قدموا مباراة كبيرة وهو العوافي، في نفس منصب العوافي معنا لاعب دولي آخر سابق عبر خدمة الهاتف من الباهية وهران. حدو مولاي أهلا وسهلا بك معنا على قناة شروق الإخبارية. السلام عليكم، نشكركم على هذا الكود فيل. يعطيك العافية حدو مولاي، معنا يعني صديقك معز بوعكاز في الاستوديو. معز بوعكاز معك حدو مولاي، سؤال حول المباراة، يعني خليك انت تسأل الأولاني. هذه بيستون، هذه بيستون شيخ. يلا حول اللاعب العوافي. لا بالنسبة للكولوار جوش، معناها شفنا العوافي كي بوكو ديبردي مي بوكو بلوس على الخط. اسكو تنصحو شي كي كومون دير معناها يبيك بوكو بلوس دون لاكس دو تون زونتون. سلام معاذ، سلام خويا. سي فري شفنا اليوم العوافي إلى في بوكو دابيل سو لو بلو اوفونسيف، مي كان بزاف على سور لا لين. مو جي ايمي باسكو الفريق تاع الكوت ديفوار إلى كان ترو دون لاكس. مو جي ايمي il fait des appels à l'intérieur هكا يسهل المأمورية تاع pour le déplacement تاعه ويكون اوتيل في سو لو بلو اوفونسيف. نعم تحليل مميز لحدو مولاي فيما يخص دور ايضا العوافي، ان شاء الله يقوم به في المباراه القادمه التي ستلعب حدو مولاي بملعب ميلود هدفي في وهران. المباريات الأربع الأولى في ملعب نيلسون مانديلا، أكيد الأجواء يا حدو يا مولاي ستكون كبيرة في ملعب ميلود هدفي بحضور جماهير كبيرة في الباهية وهران، كما تابعنا في ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وكما تابعنا أيضا في المباراتين الوديتين للمنتخب الوطني الأول بقيادة جمال بالماضي. المباراة القادمة ستكون سواء أمام منتخب غانا أو منتخب النيجر. ان شاء الله ان شاء الله. ديجا لو فات دو
ليكيب ناسيونال تلعب في وهران، هذا اون اون شونس باش نشوفوا الفريق الوطني في وهران، وان شاء الله من هذا المنبر نطلبوا من الجماهير تاع وهران وتاع كاع الغرب الجزائري يجوا بقوه باش يساندوا الفريق الوطني، لان مقابله نصف النهائي ما غاديش تكون سهله في لو شفنا لو نيفو تاع غانا وتاع النيجر، دونك ان شاء الله يؤدوا مقابله في القمه وان شاء الله التاهل للنهائي ان شاء الله. ان شاء الله، وهذا ما نتمناه حد مولاي. بارك الله فيك ويعطيك العافيه على مرورك معنا مره اخرى على قناه شروق الاخباريه. ان شاء الله، بارك الله فيكم. وفيك بركة. مشاهدينا الأعزاء، لدينا تصريح مثير للاهتمام للناخب الوطني مجيد بوقرة خلال الندوة الصحفية، تحدث عن والدته وقال بأنها للمرة الأولى تابعت المواجهة من مدرجات ملعب نيلسون مانديلا. نستمع لتصريحات الماجيك. ما ماما elle était là pour la première fois. Pour la première fois toute ma carrière, que ce soit joueur ou... Quand il y a ma mère, je suis confiant. Al-Baraka, tous nos mamans, c'est le Baraka, alhamdulillah. فعل خير والدة مجيد بوقرة على الماجيك. أول مرة قال ياسين معلومي تحضر في كل المباريات التي خطها، حتى المباريات التي كان يعني فيها لاعبا الماجيك. والله مليحة أون تو ليكا سيتان بور بونور اسمه بور لوي، هذه وحدة. اليوم رانا نشوفوا ربما واحد لاكولتور اسمه جديدة في العائلات العائلات ولا ويجو بلا شفنا عائلة اسمه العوافي نظن العوافي نعم العوافي نظن ربما كانوا عائلات اسمه واحد آخرين ما شفناهمش. لا هذه سيتان كولتور اسمه مليحة. اليوم على الأقل تبدلت عقلية المناصرين، كيفاش كنا هو اسمه زمان وكيفاش ولينا على الأقل العائلات ولاو يروحوا اسمه الملعب. انا ما نظنش في وقت عز الدين رحيم العائلات كانوا يروحوا الملعب عز الدين. هكاش؟ اه؟ لا ما انت مش في وقتك روح هنا اخر سنين لا لا, لا 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 منذ ان في هذا الاستاد الجديد هذو الناس ولات ما تبدلت العقليه. العقليه تبدلت، هذا ما كان العقليه تبدلت مع الفريق الوطني علي كلوب. زاد كلام اخر، كلام اخر. ملي جو ميديترانيا في وهران شغل ولات نوت كولتور، ولات نوت كولتور. وي وي، وهذا أمر إيجابي ياسين معلومي. بالنسبة للاعبي المنتخب الوطني الجزائري، هل بحوزتنا؟ ما زال ما سمعناش اليوم تصريح المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، هل معنا هذا التصريح؟ نعم، نستمع لما قاله بعد الهزيمة أمام الخطر. Je pense que c'est un match comme on avait dit à la conférence d'avant-match. C'était un match qui était difficile pour les deux équipes. Un match qui s'est joué sur des détails, à très peu de choses. Je pense que c'est difficile, c'est beaucoup de regrets. Avec ce qu'on a vu, ce qu'on aurait pu faire, je pense qu'on a appris beaucoup. On va retourner travailler. Certainement que si on a la chance de se qualifier pour le prochain champ, il y a beaucoup de choses qu'on va corriger. Voilà. Je pense que, je l'avais déjà souligné hier, c'était une belle équipe, mais bon, peut-être que cette équipe-là a d'autres atouts, donc elle va remporter certainement. اعتراف عزدين رحيم للمدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، لم يتحدث عن التحكيم، وهذا يدل على انه حكم المباراة كان صائبا في قراراته بمعية الفار. خليني دقيق عزدين، عندي احد الزملاء نعم يعني تابع اللقاء في القناة الإيفوارية نعم، قال لي لما جات ضربة في الجزائر هذا؟ هنا في الجزائر نعم، تابع المباراة في القناة نعم الموارية. في القناة ذكي جدا نعم. قال لي شفت، قال لي بديت نشوف هنا في التلفزيون الجزائري، قال لي ولكن قلت نشوف المقابلة في قناة الإيفوارية، قال لي ولا مرة شفتهم انتقدوا الحكم، قال لي في ضربة الجزاء، قال لي قبل ما يعلن الحكم عن ضربة الجزاء قالوا بلي كاين يعني ضربة جزاء. يعني كانوا واسمو حياديين ويتبعوا رياضيين نعم. رياضيين ولا حياديين ويتبعوا الكرة من ناحية تاع ضربة الجزاء. ضربة الجزاء لا نقاش فيها، لا في الحكم. شوف بصفة عامة الحكم ما عدا اللقطة الأولى تاع قندوز اللي ما جبتش لو كارتون مباشرة، الأخرى استنى الفار ما حبش يتسرع، حب لاكسيون أنها تخلص، ومن بعد إذا كان فريمون ضربة جزاء يعاود يولي صحيح. هو بالك يحب يتأكد يتأخر كي يتسرع ويصفر، ومن بعد تكون ما كانش ضربة جزاء. أنا نقول باللي المدرب قال بوكو دروغري، لأنه
لو احنا تاني ما نساوش رانا نتكلموا غير الاشياء الجميله من قبل ما نجي درنا ضربه جزاء طبعا كانت لقطه وين كان قادر يقتل المباراه لما خرج وجه لوجه مع الحارس شعال واللقطه اوروزمون لعب ضيعها لانه من حسن حظينا لكن موراها بلقطة معاكسة وين كان ضربة جزاء ولهذا المدرب يتحسر لأنه كان عنده فرص ثاني أنه كان قادر يسجلها كده. وهذا ما سيصححه مجيد بوقرة بمناسبة المباراة القادمة النصف نهائية بملعب ميلود هدفي المرتقبة الثلاثاء المقبل بحول الله بداية من الساعة الخامسة. وصلنا مشاهدينا الأعزاء لنهاية هذا العدد من برنامج أفريشن شو. سوف نتحدث مرة أخرى في أعدادنا القادمة عن تأهل المنتخب الوطني والمباراة التي ستجمعه يا إما أمام غانا أو حتى مع المنتخب النيجيريا. عز الدين الرحيم شكرا جزيلا لك أخرى. بارك الله فيكم. ما ننساوش اليوم حاجة اللي خلات أن المنتخب الوطني يفوز والجمهور اللي بوسك بزاف بزاف وعاون المنتخب حتى الدقائق الأخيرة. إن شاء الله كذلك نشوفها في وهران وراء المنتخب وإن شاء الله نتلقوا في الفينال إن شاء الله. العلامة الكاملة للجمهور الرياضي الجزائري. ياسين معلومي شكرا جزيلا لك. لا تنسى أن تقول لصديقك أن يتابع المباراة القادمة في القناة الغانية. طبعا نقول له ولكن حاجة اليوم التذاكر كيفاش راح يديروا شحال صحيح مشكلة التذاكر راح يكون. أنا نقول لك حاجة لو يديروا زوج ملايين تذكرة راح تعدبع. هذا أمر مؤكد. معز بوعكاز شكرا جزيلا لك يعطيك العافية نورتنا ونورت الشروق اليوم. بارك الله فيك. كل شيء منور بوجودكم وبحضوركم والأخ معناها زادنا إضافة مع الحاج عدلان زاد قبل ستيت مانيفيك وإن شاء الله معناها نزلت معناها دو ماتش إن شاء الله نفرحوا بهم إن شاء الله. وكما وعدت كما قلت لك أنا دومي فينال أني أراجع لكم الوهران باش نتفرجوا بإذن الله الفريق القومي الجزائري. اسمح لي جوست عندي سي حمداني عادل ونصر الدين من وادي سلي من الشلف يوجهوا لكم التحية ونبعثوا لهم زاد التحية. حييهم بالمناسبة أبو عز بوعكاز شكرا جزيلا لك. شكرا أيضا لكم متابعينا الأعزاء لطيب الإصغاء والمتابعة. ابقوا أوفياء لقناة الشروق الإخبارية وبرامج الشروق. السلام عليكم.